نروح لزميلنا أيمن مصطفى يدينا الأجواء والتفاصيل منذ وصول منتخبنا الوطني. أيمن، أهلا وسهلا بك، تحياتي، مساء الفل، اتفضل. تحياتي ليك الزميل العزيز ابراهيم فايق، وتحياتي لكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، من هنا طبعا من مدينه العين الاماراتيه ومن امام مقر اقامه منتخبنا الوطني. وزي ما انت اتكلمت عن المعسكر واللقاءات الوديه او اللقاءين الوديين اللي هيقاما خلال الفتره من 12 وحتى 17، المعسكر تشعر ان هو معسكر بتاع لقاء رسمي، يعني مش ماتشين وديين، في حاله من الجديه الشديده. هزيمه منتخبنا الوطني امام المنتخب التونسي القت بظلالها بعض الشيء على التجمع ده والحاله والجديه الشديده اللي عليها الكل، بدايه طبعا من كابتن حازم امام وكابتن عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وكابتن حازم المشرف العام على المنتخبات، وتركيز شديد جدا في ادق التفاصيل في مواعيد وصول البعثه، في التحرك للملعب التدريب، توقيتات الغداء، الفطار، التجمعات، كل شيء. يعني أنا متبلغ بمواعيد برنامج المنتخب فعلا بالثانية، أتوبيس المنتخب اتحرك في تمام 6:30 عشان يكون موجود قبل الميران بحوالي ربع ساعة، توقيت تمرين المنتخب يوميا في تمام 7:00 طبعا هيكون نفس توقيت إقامة لقاءين زامبيا والجزائر، وبيكون التدريب فترة واحدة عشان الفترة الصباحية حالة الجو ما تسمحش قوي بالتدريب، طبعا أجواء أو الطقس في دول الخليج بيكون أغلب التمارين أو أغلب اللقاءات بتكون في الفترات المسائية، وتوقيت الإمارات بيسبق توقيت القاهرة بساعة، يعني لقاء منتخبنا يكون في تمام 7:00 بتوقيت الإمارات، 8:00 بتوقيت القاهرة. أقول لك إيه اللي بيحصل وأحكي لك اليوم مش إزاي. وصلنا إلى فندق الإقامة هنا في تمام 8:30، اللعيبة كلها توجهت لتناول وجبة الغذاء بعد الغداء، وبعد كده دخلوا أوضهم تناولوا قسط من أو أخذوا قسط من الراحة. بعد كده كان في تجمع مع روي فيتوريا اتكلم معاهم على بعض الأمور الفنية وإيه اللي هيحصل خلال التجمع. تمرين المنتخب زي ما قلت لك اللي بيكون في استاد طحنون بن محمد، وده واحد من الاستادات الثلاثه اللي بيمتلكها نادي العين الاماراتي، اللي عايز اقول لك واحد من النوادي اللي لها شعبيه كبيره جدا جدا هنا في الامارات بشكل عام وفي مدينه العين، وواحد اعتقد النادي الوحيد اللي في العالم اللي عنده ثلاث استادات. استاد طحنون بن محمد فقط بتقام عليه التدريبات، لكن اللقاءات او اللقاءين الوديين هيقاما على ملعب هزاع بن زايد. وكمان انقل لك شعبيه لعيب زي حسين الشحات، يعني دي واحده من المواقف واحنا جايين في الطريق مع سائق اماراتي كان بيتكلم على حسين الشحات بشكل ايجابي جدا، ويقول الاغاني والاهازيج اللي كانت بتقولها الجماهير الاماراتيه على حسين الشحات وشعبيته، بيقول لي بالبلدي كده احنا لنا في حسين الشحات زي ما انتوا ليكم فيه. وكمان فكرني بان كابتن حسام حسن كان موجود في عام 2000 وكان ليه شعبيه كبيره جدا، على الرغم من انه قضى فترة قصيرة جدا، ما كانتش فترة مطولة، لكن توج في هذا التوقيت بالدوري الإماراتي. إيه اللي حصل خلال الميران؟ أنقل لك بالنسبة لي الحدث الأهم أو الشيء اللي كان لافت للجميع هو عودة محمد النني، والنني لازم نديله حقه، وانت اكيد يعني متابع للدوريات الاوروبيه ومدرك قيمه محمد النني. فرقه زي ارسنال، يمكن ميكيل ارتيتا المدير الفني الاسباني الحالي تخلص من كل اللعيبه اللي كانت موجوده في عصر ارسن فينجر الا محمد النني. يعني الموسم الماضي كان متواجد جرانيت شاكا وروب هولدنج الاثنين الوحيدين مع النني من عصر ارسن فينجر، العام الحالي الوحيد اللي تبقى هو محمد النني، وده ان دل على شيء بيدل على قيمته. وشوف حفاوه استقبال جماهير ارسنال ليه في الماتش اللي لعبه قدام برانتفورد في الكاراباو كاب، وازاي احتفلوا وتغنوا بيه، ولعيب زي اوديجارد القائد جابه وقال له الجمهور بينده عليك وبيحتفي بيك. النني جاي تحس ان هو في حاله معنويه، منتشي طبعا بفوز فرقته على مانشستر سيتي، وكان ما بينه وما بين الشناوي وما بين ياسر ابراهيم ومحمد هاني بالتحديد اللي كانوا جنبه وقت عمليات الاحماء، بيحكي لهم على لقطه الهدف وازاي الملعب اشتعل في هذا التوقيت. النهارده كمان بعد لحظات هينضم محمد صلاح قادم من ليفربول وهو منتشي بتسجيل هدفين في لقاء برايتن الاخير. عمر مرموش اطمنا من من دكتور محمد ابو العيلة على حالته، كمان احمد سامي، احمد كوكا كمان هيعوض طبعا غياب امام عاشور اللي هو
يعني عايز اقول لك احزن فيتوريا بعض الشيء، كان يتمنى ان امام يكون موجود، خاصه ان امام كان في نسق تصاعدي وكان تاثيره في المكان ده هيكون مهم جدا، ولكنه بيثق تمام الثقه في محمود حماده، واحد من اكتشافات روي فيتوريا واللي مكمل معاه بشكل ايجابي. الجزء الاول من الميران كان في استشفاء ويعني تمارين الريكفري، لان اغلب اللعيبه كانت خاضت لقاءات مع انديتها. الجزء الثاني اشتمل على بعض النواحي التكتيكيه والمجموعات اللي بتقوم بالادوار الدفاعيه والمجموعات اللي بتقوم بالادوار الهجوميه، لكن اجمالا زي ما بقول لك الانطباع اللي واصل لي من خلال تواجدي مع منتخبنا الوطني ان في حاله من التركيز الشديد والرغبه في تعويض الهزيمه والشكل قبل الهزيمه اللي كان عليه منتخبنا امام المنتخب التونسي، وان يكون البدايه الاول في اللقاء الاسهل زي ما انت قلت امام منتخب زامبيا، وبعد كده الاختبار الصعب والحقيقي امام المنتخب الجزائري اللي هيخلي روي فيتوريا يقف بشكل كبير قوي على حقيقة المنتخب، ايه ابرز نقاط القوة والضعف. واحنا طبعا مقبلين على مرحلة مهمة جدا، تصفيات كاس العالم وبعد كده حلم كاس الامم الافريقية، طبعا خاصة ان صلاح لم يتوج باي بطولة قارية مع منتخبنا الوطني والجيل الحالي طبعا بطبيعة الحال، وبالتالي ده حلم المجموعة بالكامل لاستعادة عرش القارة السمراء اللي طبعا غاب عنا منذ عام 2010. من هنا من مدينة العين تعود اليك الكلمة مرة تانية. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز أيمن مصطفى، رسالة شافية وافية فيها كل التفاصيل والأخبار والمعلومات المتعلقة بمنتخبنا الوطني.